اليوتيوبر مجرم جيمز تجرأ وتحداني. يلا تحدي، روحوا قولوا لهم كلكم، تروحوا له قولوا يلا ريال تحداكم تسوون الحركه دي. خلوا دخل تشرين وسحس وبشر. مجرم جيمز تحداني بتحدي هيل سوس بمناسبه اطلاق لعبه ديابلو امورتال. وصلني هالباكج من شركه بليزرد عشان اقدر اسوي التحدي. بس قبل لا نسوي التحدي خلني احكي لكم اول على لعبه ديابلو امورتالز الرهيبه واللي نزلت امس. على فكره لعبه ديابلو نزلت من 25 سنه، والان بالذكرى ال 25 لاطلاق لعبه ديابلو شركه بليزرد نزلت اكبر تحديث بتاريخ اللعبة. وهالتحديث بيتضمن محتوى جديد، أنظمة وطرق لعب مبتكرة وحديثة. والشيء الحلو أنه لعبة ديابلو إمورتالز أصبحت مجانية بالكامل، وصارت كمان متوفرة على الموبايلات. إيه تقدروا حاليا جميعا تحملوا اللعبة على موبايلاتكم بأي نظام، سواء معك iOS أو أندرويد، وتقدر تلعب اللعبة مع أصحابك. حاليا فينك تفوت فريق مكون من 8 لاعبين، تقدروا مع بعض تستكشفوا عالم لعبة ديابلو الرهيب وتخوضوا تحديات رهيبة باللعبة. والشيء الرهيب بلعبة ديابلو إمورتالز إنها مصممة خصيصاً للجوالات أو الموبايلات، فاللعبة رح تدعم جرافيكس عالي الدقة، وطريقة التحكم باللعبة رح تكون جداً سهلة ومألوفة لأي شخص لعب على الموبايل قبل كذا. هذا غير إنه رح يكون فيها قصة جديدة كلياً. طيب خلنا الآن نتكلم عن التحدي واللي متأكد إني رح أندم عليه. وصلني هذا الصوص الخاص للعبة ديابلو، مثل ما شايفينه اسمه هيل صوص. هذا الصوص جدا 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 حار. والشيء الثاني اللي وصلني بالبوكس هو هذا الفنجان اللي شايفينه قدامكم. اوكي شباب، التحدي هو كالتالي: بما ان لعبة ديابلو اجواءها كلها نار وبراكين وشياطين، يعني شيء سخن، فلازم العب اللعبة وانا قاعد اكل او اشرب هذا الصوص الحار جدا. وبالتحديد لازم اعبي هل فنجانين، اعبيهم للاخير من الصوص الحار واشربهم اثناء اللعب، واشوف قديش اقدر استحمل بدون ما اشرب ماي. والله ريحته قوية، شوفوه معاي، من شكله تحس انه من جد حار. طيب خلنا نحط الصوص. عبيت الفنجان الاول للاخير وعبيت الفنجان الثاني. اوكي شباب، نحن حاليا بلعبة ديابلو. قبل لا نبدأ بالصوص الحار خلنا نسوي شخصية ونبدأ لعب اولا. اوكي، اول شيء لازم نختار الشخصية. عنا الساحر، عنا الهمجي، عنا شغل الاقواس، وعنا شغل الارواح، وفي اللي يستعمل الضرع والصد، واخيرا عنا اللي يطلع هياكل عظمية معاه. والله اختيار صعب الصراحة، بس اظن راح اختار الطبيعي اللي هو الهمجي او باربيريان. اوكي، نحن حاليا باول مهمة في اللعبة، وفي واحد قاعد يموت، او هذا اللي ذبحه. القم القم القم. اوكي طيب يا شباب، شوفوا حاليا الاجواء ما فيها براكين ونار، لا بداية اللعبة الوضع شوي هادي، فخلنا نلعب بشكل طبيعي بدون التحدي. راح ابدا التحدي او اشرب الصوص الحار اول ما ندخل بجو النار والبراكين، عشان احس بالجو من جد اني قاعد العب ببراكين وقاعد احترق انا هنا. فحاليا خلنا نلعب لعب عادي شوي. اوه شوف هالساحرة حولت هذا لزومبي. اوكي عندي حاليا السوبر. اوكي حلو حلو، حاليا عندي 3 ضربات. عندي الضربة، هذول شو عم يعملوا؟ عندي الضربة العادية، عندي السوبر، وعندي الضربة الخفيفة. القمو حلو حلو، وصلنا الليفل الثاني. اوه طلعوا هذا شكله شو قبيح، هذا من كثر ما هو دب ياكل هو وكرشه. القم خذ خذ
لا 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 قاعد يرمي شيء علي من كرشه. ما ابي اعرف شو هذا الشيء. ما ابي اعرف ما راح اسالك. قم يلا يلا راح يموت يلا موت. خذ السوبر. ايوه الو. اوكي شباب دخلنا باجواء النار. فيلا خلينا نبدا التحدي. ناخذ اول لقمه ونقول بسم الله. اوكي لا 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 لا. هو والله حاسس شعور شخصيتي. حاسس بشعور شخصيتي كيف قاعد يتقطع. القم اوكي ذبحنا كم واحد. خلنا نزيد الكمية. اوكي هالمرة باخذها مع شيبس لانه بدون شيبس صعب الصراحة. اوكي ها والله قاعد اولع. القم لا 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 لا. طيب ناخذ لنا كمان لقمة. هذه والله صعبة كل شوي تطلع حواليها فأرانها. لا 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 ما قاعد أقدر أركز ألعب. طب تعرفوا إيش يقول لك المثل؟ تعذب مرة واحدة ولا تتعذب فترة طويلة. فرح أسوي حركة ممكن أندم عليها. رح أخذ أكبر كمية صوص أقدر أحطها على الشيبس. أوكي بسم الله. لا ما بيموت. عيد كل شيء. يلا موتي. اخيرا ماتت. لا تقول لي هاي الوحشة الاولى وفي والثاني. لا تقول والله شكلها هذه كانت البداية فقط. ولا خلاص يا حبيبي. طيب يلا عشان نعيش الاجواء معاك تعال. بسم الله. والله يا شباب لا حد يقول نظارة واقع افتراضي ولا حد يقول واقع معزز ولا اي كلام فاضي. تبي تعيش تجربة واقعية للعبة؟ العب لعبة اجواءها نار وبراكين وتنانين وكل معها شطة حارة تعطيك افضل تجربة واقعية ممكن تجربها في حياتك. لا 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 هذا شكله راح يعذبني. طلعوا قاعد ينفخ علي نار وانا قاعد احس بالنار بالحقيقة. طلعوا تحتي براكين. اوف اوكي القم. اوكي شباب الفنجان الاول تقريبا خلص. هو ما خلص بالكامل لسه فيه شوي بس ما اقدر اشيلهم فخلاص تقريبا خلصت من الفنجان الاول. فنجيب الثاني ونبدا فيه بمعلقة كبيرة. بسم الله والله راح اندم بس يلا عشان التحدي. القم. لا ما اقدر ازيد خلاص ما اقدر ازيد. والله حاس بالحرق والنيران. لا يلا موت يا اخي موت. لا نفخ علي نار. انتوا شايفين وشي صاير احمر ولا لا؟ اوه عندي السوبر هذا يخليني جدا قوي. طيب اوكي عشان سوبر راح يخليني لوني احمر فاكيد لازم معاه صوص صح؟ اوكي بسم الله. فعل السوبر. تعال خذ يلا موت. اخيرا بسم الله. اوه
اوكي شباب، خلصت تحدي الهيلسوس او الشطة الحارة للعبة ديابلو. هذا الوقت اللي شايفينه قدامكم اللي قدرت استحمله وانا قاعد العب، وخلصت فنجان ونص. هذا تحدي تحداني اليوتيوبر مجرم جيم، وانا حاليا بدي اتحدى 3 يوتيوبر عشان يسوي التحدي. اول يوتيوبر هو في سلوم، اتحداك بتحدي الصوص الحار او الهيلسوس. ثاني يوتيوبر هو خالد 316، كمان اتحداك تسوي التحدي. وثالث يوتيوبر هو عزيز. خلينا نشوف مين هاليوتيوبر قد التحدي وراح يسويه. فاي شباب، كذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، ولا تنسوا تحملوا لعبة ديابلو إيمورتلز الآن، الرابط موجود بالوصف، أو تقدر تاخذ سكرين شوت للكيو آر كود اللي موجود هنا ولا هنا. اللعبة مجانية بالكامل، موجودة الآن على الموبايلات. فبس، كان معكم بشار كيال أو بشار كيكي، نشوفكم فيديوهات تانية إن شاء الله. مع السلامة.